شيء مرحبا بك بروكسل. الله يبارك فيك. مرحبا بك عند المغاربه اللي كاين هنا. الله يبارك فيك. بغينا نعرفوا سبب الزياره ديالكم اليوم للبرلمان الاوروبي. الزياره ديالنا اليوم جات في اطار العلاقات ديالنا الاستراتيجيه مع اوروبا اولا، والعلاقات الاستراتيجيه مع البرلمان الاوروبي، في اطار لجنه الصداقه ما بين البرلمان المغربي والبرلمان الاوروبي. وجينا نقدموا لهم النموذج ديال التنميه المستدامه والانتقال الديمقراطي في اطار اللي عملوا المملكه المغربيه بعد الربيع العربي، اللي يقوده سيدنا الله ينصره جلاله الملك محمد السادس، واللي اثبت نجاعته والنجاح ديالو والقوه ديالو في اطار الاستقرار التام، وكذلك النمو الاقتصادي المضطرد رغم الظروف، واللي نعتبروه بالنسبة لأوروبا على أنه مثال نموذج يمكن يصلح الكثير من الدول العربية وشمال إفريقيا اللي عندهم مشاكل، العراق وسوريا واليمن وليبيا ومواقع في تونس مؤخرا. إحنا الحمد لله خرجنا من المرحلة منتصرين ناجحين، اتفق الشعب كله وراء جلالة الملك باش الموديل ديالنا النموذج فعلا نقوه ونعرفوا به العالم الخارجي بالاخص اوروبا، لان حليف ديالنا احنا مع التجاره والطلبه والعمال اللي يشتغلوا فيها والجديد من المثقفين المغاربه اللي في جميع الدول العربيه، باش يمكن لهم كذلك يعاونوا كسفراء كذلك منتشرين في اوروبا، يعاونوا بالتعريف بذاك الموديل ديال المملكه المغربيه اللي نجح الحمد لله واللي عنده امتداد في العالم العربي وامتداد في العالم الافريقي. وانتم شفتوا الان سيدنا الله ينصره زار مؤخرا السنغال وعمل فيها عمليات تنمويه مهمه للمواطن العادي السنغالي، ان على مستوى الفلاحه او على مستوى الصيد البحري. ونحن نفتخروا طبعا بهذا النموذج ديالنا، والبرلمان كيشارك باش يعرف بهذا النموذج في اطار العلاقه ديالو مع اوروبا، وبالاخص في اطار الصداقه مع البرلمان الاوروبي اللي كيتراسوا من جهه ديالهم جيل بارنيو، ومن جهه ديالنا عبد ربي، ولكن مجموعه الاخوان فيهم بي جي دي وفيهم فيهم لو اس اف بي وفيهم الاستقلال وفيهم كذلك السانديكا ديال سيديتي. اوروبا كتعتبر المغرب شريك استراتيجي ماشي غير في الاقتصاد، محاربه الارهاب، الامن، الاستقرار، الهجره، حتى الناس اللي جاوا عندنا في الهجره الان سكنوا في المغرب من افريقيا كلها ما وراء الصحراء ومن سوريا، والان دخلوا السوق العمل بحريه، والتعليم فابور والاستشفاء كذلك فابور بحال المغاربه، وبالتالي المملكه المغربيه ضمنت لهم كرامتهم وادماجهم في سوق العمل بحالهم بحال المغاربه. وطبعا هذا كذلك راه مهم بالنسبه لاوروبا، لان التدفق ديال المهاجرين من 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 افريقيا ولاو كيتوقفوا عندنا في المغرب، وحنا كنشتغلوا اليد في اليد مع فرنسا، مع بلجيكا، مع اسبانيا بالاخص، مع البرتغال ومع المانيا، ونحن شريك استراتيجي بالنسبه لاوروبا وبالنسبه لمستقبلها. التنميه اللي وقعت في الصحراء تنميه باهره، ان على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى التعليم بجميع انوائه الابتدائي والثانوي والجامعي، والان اصبح عندنا قطب تنموي في الصحراء بالاخص بعد زيارة الميمونة بياسين الأخيرة، و77 مليار اللي الآن غد تصرف في ذيك المناطق، واللي غد تجعل من الداخلة قطب وحدها، قطب كبير جدا تنموي وبريدج بون ما بين المملكة المغربية وإفريقيا ما وراء الصحراء. وطبعا في هذا العمل التنموي مشاركين فيه الصحراويين في جميع الميادين، إن على مستوى رجال الأعمال ونساء الأعمال، في الأمن، في الجيش، في الدرك الملكي، في البرلمان، وداخلين في الاحزاب السياسيه، وكيدافعوا عن المنطقه ديالهم باستماته وبحالهم بحال شمال المملكه، وكيدافعوا عن حقوق الانسان حتى هما، وعندهم عليها غيره كبيره، ماشي الناس يعلموها لنا، وكيعتبروا على ان الموارد ديالنا في الصحراء انعكست بصفه كبيره جدا على تنميه البنيه التحتيه، على تنميه المنطقه، اللي اصبحت الان يغيروا منها بعض الدول الافريقيه، احسان العيون والدخلة أحسن من كثير من الكابيتال في إفريقيا وتقولون الأفارقة. وبالتالي أصبح قطب تنموي مندمج مهم في شمال في جنوب المملكة، واللي غيضمننا واحد الالتقاء
مع إفريقيا ما وراء الصحراء بكثير من الأريحية وكثير من الراحة والفخر بالتنمية اللي وقعت في المنطقة. ونتمنى على أن إخوان ديالنا في سندوف يفهموا على أن الرجوع للمغرب والحل اللي احنا اقترحناه لحضر حل المملكة المغربية أنه حل رابح رابح، هما رابحين وحنا رابحين والجزائر رابحة والأمن والاستقرار في المنطقة رابح وأوروبا رابحة لأنها عندها شريك